أقلت العديد من المدارس الخاصة عامها الدراسي منذ مطلع الأسبوع، فيما أجل البعض الآخر انطلاقته إلى نهاية الشهر بانتظار حلحلة لأمور الأساتذة والطلاب في المدارس الرسمية من الحكومة الجديدة. فإذا كانت المدارس الخاصة قد سيرت أمورها، فإن مصير المدارس الرسمية هذا العام مرتبط برفع الرواتب وبدل النقل للأساتذة وتأمين المحروقات لهم وللطلاب لتسهيل أمورهم. بات القطاع التربوي اليوم أمام مفترق طرق، إما الانهيار وإما التصرف المسؤول من الجميع. فكيف سيرت بعض المدارس الخاصة أمورها؟ افتتحنا العام الدراسي، أكيد السنة كلنا بنعرف فيه صعوبات، صعوبات صحية، صعوبات اقتصادية، صعوبات أكاديمية. كتير كان في مجهود من الأكيب التربوي بمدرسة بشمزين، كتير كان عنا تحضيرات، يعني ما كان عنا يوم فرصة بالصيفية. كان في زيادة هي رسم 500,000 على الأقساط لكل المراحل، هي بس عبارة عن التحديات اللي عم بتواجهنا إن كان بالغلاء كل البرودكتس اللي عم نستعملها بالمدرسة. السنة عدد طلابنا زايد، نحن كتير يعني منشتغل إنه ما يترك من عنا طلاب. من الصيفية أمنا كل الخزانات الموجودة بالمدرسة، أمناها مثل ما الله بيريد. نقل للطلاب السنة نحن كمدرسة اتكلنا على البصز، على الأهالي يعملوا كاربولينج، يعني يتعاونوا كيف بدهم ينقلوا أولادهم على المدرسة. وزير التربية طلب منا أنه نعمل عام دراسي حضوري، نحن ملتزمين. شو الصعوبات اللي بتواجهنا ما بنعرف، نحن جاهزين كامل جهوزية واللي بيجي من الله. مقارنة مع المدارس الرسمية فإن الأخيرة ما زالت مقفلة حتى الآن، ومصير طلابها ما زال مجهول. فما هي مطالبها؟ وهل هناك رغبة في العودة إلى نظام التعليم عن بعد؟ بداية أنا بدي أشكر موقع كورا بريس أنه حاول يساعد بالإضاءة على هالقضية، ونحن بهالفترة فعلا نعتمد عليكم لأنه يمكن أنتم بتكونوا صوتنا ليعرف الرأي العام أنه هيدا القطاع فعلا في عنده مشكلة. ومنه نحن منا هواة تعطيل أو إضراب، ولكن هذا القطاع له سنتين كان بالعناية المركزة وحاليا ميت. بداية المطالب هي تصحيح عادل للرواتب والأجور بما يكفل تحسين وضع الأستاذ وإعادة كرامته الوظيفية. كل عمره الأستاذ معزز، للأسف هالأيام الأستاذ عم يتعرض للإذلال القسري يعني بالقوة. هذا الموضوع إذا ما التقى له حل ما بنقدر نحن نقلع بعام دراسي. مش مسؤوليتنا نحن نأمن لهم للتلاميذ اللي الدولة لها سنتين ما أملت لهم إياه. اليوم إذا بدنا نحكي بموضوع الباصات، النقل تحديدا، النقل مفروض بأي دولة بتحترم حالها إنه أمنوا النقل للتلاميذ. القرطاسية إذا عم نحكي بالقرطاسية والتلميذ السنوي تحديدا، والقرطاسية الأساسية عنا 2,000,000 ليرة، كيف بدي أعلم عن بعد؟ وحتى لو أنا بدي أعلم عن بعد، أنا شو أمنت له للتلميذ؟ هل في تسرب للتلميذ الرسمي؟ لقلك وهون بدي أقولها بكل ثقة، لا بالعكس، نحن يومياً عم تجينا اتصالات كل الزملاء بكل المناطق، في ثقة صار بالتعليم وتحديداً التعليم السنوي اللي أنا بمثله وحتى زملائنا بالتعليم الأساسي. نحن ملتزمين قرار المقاطعة لأنه أعلننا عدم إطلاق عام دراسي قبل تأمين مقومات لوجستية للسنويات. كل الحلول المؤقتة تجعل مصير مئات الطلاب غامض بسبب الأزمات المتتالية التي استفحلت في لبنان، فقد كانت بمثابة رصاصة في قلب القطاع التعليمي في ظل غياب الدعم الكافي له لعدم انهياره كباقي القطاعات. العام الدراسي الآن في تحد كبير، فما هو مستقبل التعليم في بلد يعيش انحلال على جميع الأصعدة؟ حلا أحمد، كورا بريس.